النهارده في صباح الخير يا مصر هنحيي مع حضراتكم ذكرى ميلاد ملك الافيهات الفنان الجميل نجاح الموجي، واحد من اهم الكوميديانات اللي دخلوا قلوب وعقول الجماهير، ومن الفنانين اللي انا كنت بحب دايما على المستوى الشخصي ان انا اتفرج عليه واتابعه دايما. زي ما بنقول كده ايه، بيمثل وهو سايب ايده، يعني ما بيبذلش اي مجهود لكنه صادق في تعبيراته، صادق في كلامه، قدم مسيره مليئه بالاعمال المميزه والناجحه. ويمكن من اشهر ادواره شخصيه الواد مزيكا صاب الجزار اللي قدمها في مسرحيه المتزوجون، وكمان شخصيه المعلم هرم في فيلم الكيت كات. نقرب حب قد كده وبعدين نلعب حب قد كده. يلا يلا بينا على جوه. لا هنا هنا هناك كله على حد سوا. تحل اليوم ذكرى ميلاد ملك الإفيهات الخالدة نجاح الموجي، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1945، ويعد واحداً من الفنانين الذين دخلوا قلوب وعقول الجماهير وقدم مسيرة حافلة بالأعمال المميزة والناجحة. بدأ الموجي حياته الفنية مع ثلاثي أضواء المسرح في أواخر الستينيات، عندما أسند إليه المخرج محمد سالم والفنان جورج سيدهم دوراً مهماً في مسرحية فندق الأشغال الشقة عام 1969. أنا اللي مسؤول عن علاج جميع الأمراض اللي بتصيب المواسير والمحابس والحنفيات والسيفونات والمجاري. سباك يعني. أيوة سباك، بس معايا دكتوراه فخرية في السباكة واخدها من جامعة حوض البحر الأبيض المتوسط. تخرج الفنان نجاح الموجي من المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، ولم يترك وظيفته في هذا المجال إلى جانب عمله في مجال الفن، حتى وصل إلى درجة وكيل وزراء. حقق الموجي رصيداً كبيراً على شاشتي التلفزيون والسينما بأعماله الكوميدية، خاصة في المسرح. تمتع الفنان نجاح الموجي بخفة الظل والتلقائية والارتجال في الأداء، واشتهر بشخصية الواد مزيكا صبي الجزار التي قدمها في مسرحية المتزوجون، واشتهر بتلقائيته في إلقاء الإفيهات التي كان يرتجلها على المسرح. اطاني فين الاقيك؟ ازيك يا مزيكا؟ ازيك يا سيدي سعود؟ الحمد لله. امال فين سحنفي؟ سحنفي؟ هيكون فين يا سيدي؟ بيستحمى. يا لهوي، كل ده ولسه ما نضفش؟ بيستحمى. بيستحمى كل يوم يا مزيكا، اللي ما كانش بيستحمى ليوم شم النسيم بس. قدم ما يقرب من 150 عملاً فنياً، تم اختيار ثلاثة أفلام شارك فيها ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996. رحل عن عالمنا يوم 25 من سبتمبر عام 1998 بالقاهرة إثر أزمة قلبية فاجأته بعد عودته إلى منزله من المسرح، حيث كان يقوم بدوره في مسرحية سيدي المرعب. النهارده كان اول مره اعرف ان الفنان نجاح الموجي ما اسموش اصلا نجاح الموجي، وخد اسم نجاح ده من اخته الكبيره عشان هي اللي كانت دايما بتديله كده دفعه ان هو يعمل احسن ويشتغل الشغلانه اللي هو بيحبها.